والله هني حكومة المملكة العربية السعودية على الكرنفال العالم يعني. وأنا أوجه رسالة لأخوان اللي يبي يسافر لباريس ويبي يسافر لندن ويبي يسافر باريس هني لندن هني أبد والله بدون مجاملة. أخو أشكر الشيخ فهد بن فلاح الحثلين على هذا الأداء الرائع، وأوعده أن يكون المهرجان عالمي والحمد لله وفى بوعده وزيادة. أشكرك على هذه الاستضافة. أنا طبعا مستانسين في صالة الملاك صالة هم الطويق، ومتشرفين بلقائنا بأهم ملاك الإبل حول العالم، وطبعا مفتخرين بكوني أول مشارك من شمال أفريقيا ومن ليبيا ومن يمثل يعني الصحراء الكبرى، وبإذن الله تعالى مش حتكون آخر مشاركة. بدأنا في الإعداد للنسخة الثامنة إن شاء الله من الحين إن شاء الله. أشكر إدارة مهرجان وأشكر السيد شيخ فهد بن حتلين على إتاحته لنا هذه الفرصة، لأن الشوط الدولي أن نكون بيناتكم، فجزاه الله عنك الخير، ونتمنى لها إن شاء الله تطوير أكبر في النسخة الثامنة، ومبسوطين أن احنا وياكم. أولا أحب أشكر الجهة على مجهوداتهم العظيمة وعلى رؤية المملكة، وعلى أيضا السماح لنا بدخول المقيمين والزائرين في مهرجان الدولي للإبل، فدي شيء عظيم لنا ونفتخر به، ونشكر جميع الهيئات والمنظمات على مجهودهم العظيم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كلكم الأجواء الطيبة والمنافسات الدولية الحالية والأجواء اللي تشجع كل مواطن ومقيم وزائر إن هو يشارك في كل عام في المهرجان العظيم ده. في البداية حابب أشكر جميع القائمين على العمل، ما شاء الله اللي احنا شايفينه النهاردة ده مختلف عن العام الماضي. أنا كنت بتابع الأخبار بس دي أول مشاركة لي ما شاء الله، وحاب أشكر في البداية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان والشيخ فهد بن حسلين رئيس نادي الإبل وجميع العاملين من أكبر لأصغر عامل موجود هنا. ما شاء الله اللي احنا شايفينه شيء مختلف عن كل سنة. بتابع الأخبار بس لما أنا جيت هنا أرض الواقع لقيت الوضع مختلف تماما. ما شاء الله تسهيلات في الإجراءات، سهولة الوصول والدخول، وما شاء الله الأجواء جميلة واختيار التوقيت ما شاء الله. فحابب أشكر الجميع، وإن شاء الله ما تكونش أول مشاركة، دي الانطلاق إن شاء الله بنكمل بعد كده، وإن شاء الله كل عام تلاقيني هنا موجود إن شاء الله، ورافعين اسم مصر دايما في كل المحافل الدولية.